فيديو جديد من موقع اوكازيون عن الساعه السمارت ووتش اكس 7. الاكس 7 اللي عندنا الاصدار الجديد هنعمل لها ريفيو دلوقتي على قناه اوكازيون.com. قبل ما نبدا الفيديو لايك وسبسكرايب للقناه عشان يوصلك كل جديد، وشير للفيديو عشان يوصل لعدد اكبر من الناس وكل يستفيد. نفتح مع بعض الصندوق دلوقتي ونشوف محتوياته. كمان في مفاجاه هنقولها اخر الفيديو للي بيتابعنا لنهايه الفيديو هيعرف المفاجاه. نفتح الصندوق ونشوف المحتويات. اول حاجه بتيجي معاه الاوستيك السيليكون، بنلاقيه بالشكل ده قطعتين، والساعه بتبقى في النص بالشكل ده كده. نطلع الساعه مع بعض دلوقتي. شكل الساعه على الطبيعه. نشيل اللزقه بتاعت الشاشه وهنفركه عليها. الزرار الاحمر ده شكله تحفة زي ساعة ابل كده، جميل. ومكان الشحن ومكان الصور او الاستيك من فوق ومن جنب هنا. تعال نشوف بقية محتويات الصندوق. الشاحن والكتالوج دول اللي بيبقوا موجودين كمان في العلبة دي. كده كل محتويات العلبة. وبرضو بأكد ان في مفاجأة في اخر الفيديو او هدية لعملائنا اللي هيتابع اخر الفيديو معانا لموقع اوكازيون. كده دي الساعة الاكس 7، كل المحتويات: الساعة، الاوستيك، الشاحن، الكتالوج والعلبة. يلا بينا نبدأ المراجعة. هنشغلها مع بعض، بس الاول قبل ما نشغلها اوريكم كده. فيها زرارين في الجنب، زرار الاحمر زي ما حكم شايفين، وفي زرار تاني ده الباور اللي بيشغلها. مفيش اي زراير تانية في الجناب، هما زرارين دول اللي بتفرق عن T5S. ان T5S ما فيهاش زرار هنا، وكمان بتفرق طبعا في الاوبشن اللي جوه، وهيبقى في فيديو تاني مقارنه بين الاثنين. هنضغط على الزرار اللي في الجنب ده ضغطه طويله عشان تشتغل. بتفتح فيت برو اللي هي اسم البرنامج اللي بيشتغل على الساعه. يعني انت مش محتاج تعرف اسم البرنامج اللي هيشتغل على الساعه، هو فيت برو. تمام. بتتعامل بعد كده بالزرار الاحمر اللي في الجنب ده، تضغط عليه. بتاعتها برضو قريبه من T5S وسمزات الابل. هنقلب دلوقتي مع بعض السمزات دي. اشكال الساعه اللي موجوده. في سمز اللي هو دوت، لو انا دوست عليه في النص كده على القلب كده او النبضات اللي في النص دي، هيدخلني على الاوبشن الرياضي. ده شكل القايمه بتاعتها من جوه، طبعا شكل رياضي. الساعه دي الاكس 7 رياضيه. بتلاقي عندك حاجه اسمها دايلر و ستيبس ونبضات القلب والفون بوك. طبعا هي بتعمل كونكت على الموبايل والاثنين بيبقوا واحد، وفيها طبعا التمارين الرياضيه. يعني هي ساعه رياضيه. الشاحن بتاعها اللي هو الدائري ده، وفي نقطتين النحاس، ونفس القصه بتلاقيها في الساعه نفسها. شحنه بسيط جدا، حضرتك بتثبتها كده مغناطيس. وطبعا الشاحن ده كويس جدا ان هو ما بيتقطمش ولا بيتعمل زي شواحن التليفونات. وطبعا لازم توصلها على باور بانك او هي كده تشحن باور بانك او اي شاحن 1 امبير. ما عندكش وصلها على لابتوب او كمبيوتر او على اي شاشه، المهم ان انت ما تحطهاش على شاحن موبايل. الناس اللي بتجيب شواحن 5 امبير و3 امبير والكلام ده ما ينفعش خالص. شاحن 1 امبير من اي محل موبايلات هتروح تقول له عايز شاحن 1 امبير، او على باور بانك لو عندك زي ما قلت، او على كمبيوتر او لابتوب. باكد تاني وثالث، الساعات دي ما بتتشحنش على شاحن الموبايل. ما اجيش اوصل ده في راس شاحن بتاع الموبايل بتاعي اللي بيشحن موبايلي في 5 دقايق اشحن بيه الساعه الغلبانه الصغيره. طبعا الساعه دي بنربطها ببرنامج اسمه فيت برو، ده بيظهر لك اصلا اول ما تشغل الساعه. يعني انت هتنزله على الموبايل وبعد كده تعمله كونكت. هنشوف الطريقه دلوقتي. هتحمل البرنامج اسمه فيت برو زي ما حضراتكم شايفين كده، ده البرنامج، وهنفتحه مع بعض. طبعا احنا اتكلمنا عنه في فيديوهات كتير قبل كده، ولكن هنقول برضو سريعا عنه. البرنامج ده كويس جدا، بيشتغل على الباندات الام 4 والام 3 وبعض الساعات السمارت اللي اتكلمنا عنها في القناه. هتفتح البرنامج ودي الواجهه بتاعته. عشان تضيف الساعه او اي ساعه تضيف عليه، حضرتك هتختار على كلمه تعيين، وبعد كده هتختار ربط الاجهزه. فهيطلب منك تحديد الموقع عشان يعرف مكان الساعه، فبتديله صلاحيه. طبعا دي مش في كل الموبايلات ان هو تديله صلاحيه ان هو يفتح لوكيشن، دي حاجه اختياريه. وهيبتدي يعمل بحث عن الساعه اول ما تظهر.
طبعا الساعه ظهرت اهي يا جماعه الاكس 7، كل اللي عليها اعمله ان انا هدوس عليها هيقول لي بيحاول الاتصال بيها، وهنشوف دلوقتي اول ما يقول لي تم على العمليات دي كده يبقى عمل كونكت كده، عمل كونكت سريعا كده ما بياخدش وقت. كل الاوبشن اللي على البرنامج ده هو الموجود في الساعه، وطبعا هتلاقي الساعه ظبطت وقت وتاريخ معاك بالظبط، يعني ده الوقت الحقيقي، وهتلاقيه برده موجود على التليفون فوق اهو. وبرده الخطوات والحاجات الرياضيه دي هتلاقيها ظاهره برده في البرنامج. هتيجي هنا برده عند القايمه الرئيسيه، بدل الخطوه دي هتدوس على كلمه تعيين، وهتلاقي عندك الاشعارات بالشكل ده كده. دي كل الاشعارات اللي ممكن تجي لك على الساعه وتظهر لك، فانت لازم تكون بالعلامه الخضراء دي، لازم تعلم عليها كده عن واتساب فيسبوك الكلام ده كله، اتعلم على البرنامج اللي يعجبك وبترجع تاني. يعني انت مثلا لو جات لك رساله على الواتساب هتظهر لك على الساعه، ولو جات لك رساله على الفيسبوك او غيره كل البرامج اللي قدامك دي، وتنبيه المكالمات طبعا والرسائل القصيره وكل حاجه بتظهر على الساعه. بمناسبه الاشعارات، في يعني حاجه مش لطيفه لبعض الناس وكويسه لبعض الناس اللي ما بيفرقش معاهم، الساعه دي الاشعارات ما بتظهرش عليها بالعربي، انجليزي بس. لو انت تبعت فرانك عرب زي ما قلنا مش هتبقى فارقه معاك قوي، في بعض الناس او ناس كتير بنسبه 90% ما بيفرقش معاها الكلام ده، ان الاشعارات اصلا او طريق كلامهم على الواتساب او الفيسبوك والكلام ده كله بتبقى فرانك عرب، فما بيبقى مش فارق معاهم ان الاشعارات تكون عربي او انجليزي. لو انت فارق معاك في اقتراحات تانية لساعات تانية ممكن تدور عليها برضه، تي 5 اس، وفي بعض الساعات تانية موجوده على الموقع عندنا بتدعم ظهور الاشعارات باللغه العربيه، اما الاكس 7 ما بتدعمش الاشعارات باللغه العربيه. ده برضه شكله جميل، ولو رفعنا زي ما قلنا البحث عن موبايل وحاجات كده اختصارات حلوه. لو عايز الف في السمزات زي ما حضراتكم شايفين كده بجيب من الشمال لليمين، دي شكل السمزات اللي موجوده بس للساعه. دوس ضغطتين كده في النص بيجيب لي الستيبس وحاجات رياضيه، يعني بص الحاجات الرياضيه. وفي عندك بيعد لك برضو عدد ساعات النوم، وكاميرا دي هي الساعه ما فيهاش كاميرا، الكاميرا دي انت بتعمل لها كونكت على الموبايل والساعه بتشتغل زي زرار كده بيخلي الموبايل يصور كده، مفهومه شويه. حته الكاميرا برضو جربناها في كذا ساعه وموجوده برضو في الساعه دي. والكيو ار كود اللي هو انت بتعمله سكان عشان تشوف البرنامج بيشتغل عليها، ولكن هو انت مش محتاج تعرفه لان هو اصلا اول ما بتشغل الساعه بيظهر لك. خطوه تركيب الصور اللي بيجي معاها طبعا، بص حضرتك الجنب هنا كده زي ما حضراتكم شايفين كده اهو بالشكل ده وكده للاخر، بيمسك جامد وما بيخرجش اهو اهو، والجنب التاني نفس الكلام. بص حضرتك بتلاقي ايه دوت كده بيبقى لفوق تمام، وهنا الثلاث سنون او الكاوتشات دول بيبقوا لتحت اهو بالشكل ده كده، وهو سيليكون فهتلاقيه شغال معاك عادي، يوصل معاك للاخر بالشكل ده كده اهو. شكل الساعه على الطبيعه شكلها جميل جدا يا جماعه. بصوا زي ما حضراتكم شايفين انا مركب اللي فيها الدبوس ده كده، بتبقى الناحيه اللي هي من عند المشبك ده من فوق مش بتبقى من هنا تمام، بالشكل ده كده. وده تلبيس الساعه بالشكل ده اهو، بص حضراتكم كده مثلا اهو هعدي ده كده اهو، وعلى المقاس بتاع ايد حضرتك دي هتدخل هنا كده، بص كده تاني اهي تمام، وهعديها كده. تلبسها مختلف شويه زي الساعات اللي قبل كده، مختلف عن الساعات العاديه اللي احنا كلنا بنلبسها، فهي الساعات السمارت ووتش او شبه الابل بتبقى تلبسها كده. ده كده شكلها في الايد الاكس 7. طبعا قلنا زرار الباور في الجنب، هنشغل الساعه تفتح معانا في الدرو اسم البرنامج اللي بتشتغل عليه، السمزات بتاعتها يا جماعه وشكلها على الطبيعه. اوبشن حلو قوي هو اسمه اضافه للشاشه دوت، لما انت ترفع الساعه زي ما هو موضح لك كده بايديك لفوق الساعه تشتغل معاك، مش محتاج تدوس على الزرار اللي في الجنب اللي هو هنا ده بتاع الساعه، اول ما ترفع الساعه بس كده هتنور معاك. طبعا احنا كده شغلنا الميزه وبقت العلامه الخضراء، والمفروض ان احنا نرفع الساعه كده هتنور معانا زي ما حضراتكم شايفين كده. لو انا لابس الساعه في ايدي وكل ما ارفع الساعه للمستوى من غير ما ادوس على الزرار اللي في الجنب بتنور معايا اهي من غير ما ادوس على اي حاجه. دي ميزه جميله جدا موجوده في البرنامج. برضه نقول على ميزه ثانيه برضه فيها المنبه، منبهات تمام، لو انت عايز تظبط منبه من هنا على الساعه برضه وعلى التليفون نفسه، وتسجيل الجلوس لفترات طويله والتقاط الصور عن بعد اللي احنا قلناها. لو انا مثلا هصور اهو الصوره اهي مثلا اوكازيون، بص الساعه لوحدها من غير ما اخش بقى على الاوبشن من جوه وبتاع، هدوس كلمه ستارت انا هدوس على المكان بتاعي، الشاشه طبعا تاتش اهي كده صورت، هتلاقي الصوره ظاهره من تحت هنا كده اهي، تنزل في الالبوم بتاع الصور عندك. دي ميزه برده كويسه في البرنامج. طبعا الاشعارات لو انت عايز
الساعه دي فيها دايلر، يعني انت لو عايز تتصل من حد من الساعه لو انت لابس من غير ما تطلع التليفون، اهم حاجه بس تكون مدي الاشعارات للرسائل مثلا والمكالمات وكل الكلام ده كله عشان تضمن ان انت الاشعارات تكون ظاهره لك برده في المكالمات. تلاقي ان انت ممكن تتصل عادي هنا من الساعه فيها الدايلر يا جماعه اهو اللي هو النقط دي، تطلب الرقم اللي انت عايزه ويتصل، هيتصل طبعا على الموبايل وممكن تتكلم من الساعه نفسها سريعا برده. لو انا جبت من فوق كده هيجيب لي الرسائل او الاشعارات اللي جات لي، طبعا مفيش حاجه جات لي دلوقتي، ولو انا عملت كده هغير السمزات، ولو انا رفعت من فوق كده هيجيب لي اختصارات منها الدايلر ومنها الفون بوك زي ما قلنا والفود حساب الخطوات والكلام ده كله. والاوبشن الرياضيه يا جماعه اللي موجوده فيها حلوه جدا، فيها قياس ضغط الدم ونبضات القلب وكل الاوبشن، وفي حاجات رياضيه باسامي الرياضات موجوده، وفيها ستوب ووتش وفيها عدد ساعات النوم، وقلنا موضوع الكاميرا ده ولوكينج فور ده لو انا بدور على التليفون بدوس عليه كده وادوس ستارت هلاقي التليفون بيعمل يعني بيعمل لي اشعار كده وبيعمل فايبريشن كمان، والعكس برضو موجود هنا في التليفون لو انت عايز تدور على الساعه. وهنا ديت الدايره ديت بيجيب لك الساعتين. بما انك وصلت معانا لاخر الفيديو، المفاجاه ان الساعه دي زي ما حضراتكم شايفين ما بيجيش معاها غير الاستيك الاسود ده، فاحنا خاص ب مشتركين القناه هتاخد وستيك من ده هدية او صور من ده هدية لما تطلب الاكس 7 عن طريق الويب سايت اللي هو occasion.com اللي هتلاقي الرابط بتاعه اسفل الفيديو، وتكتب ان انت جاي من اليوتيوب عشان يحطوا لك هدية وستيك، وتكتب لون الاستيك اللي انت عايزه. طبعا الاستيك ده تمنه معدي ال 100 جنيه او ال 75 جنيه، انت هتاخده هدية من موقع occasion مع الساعة. وطبعا تمن الساعة سعره occasion مش هتلاقيه عند اي حد تاني، ودي الالوان المتاحة بس، يعني ما ينفعش تقول انا عايز اسود تاني، يعني خلي برضو في تنوع، يعني تبقى مره خارج بالاسود مره بالسماوي مره ازرق وهكذا. دي الالوان اللي موجوده ووضحتها لحضراتكم اهي، هتاخد استيك من ده هديه مع السعر.